يا كابتن أسامة، برحب بيك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني خلينا الأول قبل ما ننتقل للأخبار، حقيقة شعور ما قبل المباراة بيبقى شعور مختلط، شوية مشاعر كده على بعض، الحقيقة شوية من القلق شوية من الحماس الترقب، يعني أكيد أنتم موافقيني الرأي في ده، أكيد يعني إحساس الحقيقة بيزيد يوم بعد يوم، ولكن الحقيقة النهاردة ليلة المباراة أكيد إحساسنا أكيد كلنا مختلف، أكيد بتتفقوا معايا في الرأي. اه طب اكيد احنا قلنا المراجعه النهائيه وليله الامتحان، فانت عارفه ليله الامتحان بتبقى عامله ازاي. اكيد يا مريم، ابرز الاخبار بقى اللي معاكي. طبعا معانا عدد كبير جدا من الاخبار، ويعني اغلبها متعلقه بمباراه الغد ان شاء الله. خلينا الاول نبدا في اولى اخبارنا النهارده. عقد الاجتماع الفني لمباراه الاهلي والهلال السوداني في 8 مساء اليوم الجمعه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بحضور مندوبي الفريقين وممثلي الاتحاد الافريقي لكره القدم وطاقم التحكيم. وحضر الاجتماع الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والطاقم الاداري للفريقين، حيث تمت مناقشه كافه الامور التنظيميه الخاصه بالمباراة والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل. وأكد طبعا مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها مساء غد السبت على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وأشاد طبعا المدير الفني بالحضور الجماهيري الكبير والذي سيكون داعما للأهلي لتحقيق هدفه من المباراة وحسم التأهل. وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة أن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الهلال، ومؤخرا انتظم جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجمعية بعد انتهاء الأجندة الدولية، وكل ما أريد أن أقوله أننا مستعدون بشكل جيد لمباراة الغد. طبعا دلوقتي نروح مع كل مشاهدينا نشوف طبعا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قال ايه في المؤتمر الصحفي، اكيد يعني يمكن تصريحات هامه جدا لمستر مارسيل كولر. نخرج نشوف قال ايه في المؤتمر الصحفي ونرجع لكم مره ثانيه. Ich freue mich auf das Spiel morgen. Ich freue mich auf unsere Fans. Das ist auch für mich und für unseren Staff das erste Mal, dass wir أنا سعيد جدا بمباراة بكرة، وسعيد أكتر بالحضور الجماهيري بكرة إن شاء الله. دي أول مرة ليا مع الجهاز بتاعي إن إحنا نلعب مع النادي الأهلي مع جمهور كبير كده على أرضنا، وأنا متأكد إن جمهور النادي الأهلي بكرة هيأزرنا وهيكون داعم لينا بقوة إن إحنا نحقق هدفنا الكبير وهو التأهل. إحنا مستعدين كويس للمباراة الحمد لله، اللعيبة الدولية رجعت كلهم سلام، واحنا ان شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا ان احنا نتاهل بكره بدعم الجمهور الكبير بكره ان شاء الله. Und ja, werden alles dafür tun, damit wir uns qualifizieren. Ja, also wir haben ja nicht immer nur mit Mannheim und mit Halle gespielt. هو لا يعني مش اصحح، بس هو في ماتشات كتير لعب فيها منعم مع رامي ومنعم مع ياسر وياسر مع رامي، يعني كان هم لعبوا كتير السنه دي، ما كانوش مثلا بقى لهم فتره ما بيلعبوش، بالعكس رجليهم في الملعب واظهروا كفاءه في كل الماتشات اللي لعبوا فيها، وبالتالي انا مش قلقان خالص. هم بينوا في الماتشات اللي لعبوا فيها اداء عالي، ودي ميزه ان احنا يبقى عندنا لعيبه كبيره ولعيبه كتير كويسه في الفريق بتاعي، وبالتالي اي لعيب هيأدي بكره 100%، وده انا متاكد منه ان اللعيبه بكره هتأدي احسن ما عندها ايا كان الاسم اللاعب. بالتالي انا مش قلقان خالص من اي تغيير في التشكيل، لو اي حد ناقص لعيب زميله على نفس المستوى هيقدر يعوضه ان شاء الله. هو بالنسبة للنقطة الأولى، طبعا احنا عارفين أهمية المباراة وعارفين موقفنا، موقفنا واضح ومعروف للجميع ان احنا لازم نكسب 1-0 أو فرق هدفين، وبالتالي كويس ان الواحد يبقى حاطط الهدف قدام عينيه، عارف ان احنا لازم نكسب بكره، وكل اللعيبه عارفه ده كويس وعارفه انها هتعمل كل حاجه عشان نحقق الهدف ده. لكن بالنسبه لي مش مهم الجون يجي امتى، الجون ممكن يجي في اي وقت، المهم ان احنا نفضل صبرانين عارفين ان احنا عندنا امل لغايه اخر دقيقه وهنحارب لغايه اخر دقيقه. المهم بالنسبه لي ان احنا نعمل كل حاجه احنا ومعانا الجهاز كمان، اننا واللعيبه هي طبعا في ارض الملعب هي اللي بتطبق، لكن كل واحد فينا هيبقى بيشتغل عشان خاطر نحقق الهدف بتاعنا الواضح جدا بالنسبه لنا.
انا رساله الجمهور طبعا انا سعيد بوجود جمهور النادي الاهلي بكره وان هو هيبقى بالكثافه دي وان هو على ارضنا لان الكوره للجمهور اللي بيحيي كره القدم هو الجماهير هو ده اهم عنصر في الكوره كلنا بنلعب الكوره عشان الجمهور فانا سعيد جدا بوجودهم بكره متاكد ان هم هيولعوا الملعب بشكل كثيف جدا وهيعملوا كل حاجه عشان يدعمونا كله طبعا في اطار الروح الرياضيه كله في الاطار السليم وانا متاكد ان هم هيكونوا دافع لينا قوي جدا جدا احنا ان شاء الله نحقق هدفنا بكره باذن الله. بص هو احنا من بعد ماتش القطن الكاميروني على طول قفلنا الصفحه وبعد كده رجعنا الاسبوع اللي فات كان من اول يوم على طول اشتغلنا على الهلال اللعيبه الكبيره كلها قعدت مع اللعيبه غير اللعيبه الدوليه اول ما جت عملنا برضو اجتماع تاني اتكلمنا كلنا مع بعض كلنا عارفين اهميه الماتش ماتش مصيري بالنسبه لنا كلنا طبعا عندنا الرغبه للفوز احنا من اول اسبوع اللي فات وشغالين مع الكوتش ذاكرنا الهلال كويس عرفنا نقاط القوه بتاعتهم هنحاول بقدر الامكان ان احنا نقفلها واكيد نقطه الضعف بتاعتهم هنستغلها وان شاء الله نطبق اللي الكوتش قال عليه الاسبوع اللي فات ده كله وان شاء الله يعني نتاهل بكره ان شاء الله وهنلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه على قلب رجل واحد ومن اول نفس لاخر نفس وان شاء الله بكره نكون يعني نتاهل من استاد القاهره هنا ان شاء الله. ده كان طبعا أبرز التصريحات اللي تمت النهاردة في المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. تصريحات هامة طبعا يمكن شدد مرارا وتكرارا على وجود الجمهور، قال إن احنا بنلعب الكورة علشان الجمهور وطبعا هو عارف إن جمهور النادي الأهلي موجود بكرة بعدد كبير يمكن 50,000 موجود في الاستاد، ده أكيد مش عدد يستهان به أبدا، وشايف كمان إن يمكن المباراة الغد لا تقسم على اتنين، لازم النادي الأهلي يكسب، هو قال كده في التصريحات. كمان وجود محمد فخري هو شيء مهم جدا هتطرق ليها طبعا مع كابتن أسامة وطبعا زميل عزيز محمد سعيد، يمكن تصريحات هامة جدا قالها مستر مارسيل كولر. وجود محمد فخري في المؤتمر الصحفي يمكن كنا متعودين موجود طبعا الشناوي. كابتن الشناوي أو حد من يعني قدامى اللاعبين في النادي أو صفوف الفريق، شايف إزاي وجود محمد فخري وقبل وجود محمد فخري شايف إزاي تصريحات مستر مارسيل كولر؟ تصريحات كولر هي تصريحات دايما فيها هدوء فيها اتزان، هو دايما دي عادته يعني في المؤتمرات الصحفيه دايما تصريحات واقعيه. النقطه اللي لمست اكتر مع الناس حته الجمهور، كولر في المباريات السابقه كلها مع النادي الاهلي سعيد دايما بيلعب في حضور 5,000 مشجع، لكن لاول مره هيكون فيه العدد الكبير ده من الجمهور في استاد القاهره تحديدا استاد القاهره وهو دايما كان بيطالب استاد القاهره ملعب النجيله بتاعته افضل حاجه وده مهم جدا للاعيب الكوره، لما بيترش الميه بيدي سرعه في الاداء، مساحته كبيره مش مساحته صغيره عشان لو فرقه بتلعب على التكتل الدفاعي ما تعملكش تكدس دفاعي ورا، لا في المساحات يعرف يشتغل فيها. لكن هو يعني منتظر جمهور النادي الاهلي بكره وبيقول ان شاء الله هيدعمونا من اول ثانيه لاخر ثانيه في المباراه. لكن الحته اللي عايز اقف عندها وجود محمد فخري في المؤتمر وده بدا يفتح تكهنات كتير للناس النهارده واجتهادات من نوع يعني ممكن يكون في بعض الخطا شويه. اول حاجه هو محمد فخري واحد من لاعبي النادي الاهلي في القايمه الـ40 فهو يحق لي انه يكون لاعبه متواجد، اي لعيب مقيد في القايمه الافريقيه يحق لي انه يكون موجود في المؤتمر الصحفي. لكن الناس تساءلت طب محمد الشناوي كان موجود قبل كده بيكون متواجد، عمرو السوليه اللعيبه الكبيره رامي ربيعه، طب اشمعنى المباراه دي؟ وبدات الناس تروح لفكره طب هل ممكن التصريحات ممكن الصحفيين يسالوا اسئله ممكن يعني عايزين نهدي الاجواء شويه فممكن يكون في تصريحات قويه شويه من اللعيبه؟ لا هو الامر مش كده خالص، هو الامر ببساطه المؤتمر الصحفي كان ميعاده بالنهار كان الصبح الساعه 3:30 قبل الفطار 3:30 العصر وكان التدريب بتاع ليله المباراه النهارده بعد الفطار بالليل، فالنهارده علشان ما اجيبش اللعيبه الصبح تحضر المؤتمر وبعد كده عندها التدريبه النهائيه بالليل ودخل اللعيب اللي هيجي في تعب، لا يعني شاف اصغر لاعب وكان محمد فخري هو اللي وقع عليه الاختيار انه يكون متواجد وفضلوا انه يريحوا اللعيبه الاساسيه اللي هتكون متواجده في المباراه بشكل يعني خلاص اساسي أكيد. من وجهه نظر كولر تكون هي اللي مريحه للتدريب بتاع بالليل، هو ده الامر ببساطه يعني. معلومه مهمه طبعا يا كابتن اسامه، يمكن قفلت باب التكهنات امام كل الناس اللي تساءلت عن وجود محمد فخري يمكن بديلا عن الشناوي او غيره طبعا من اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق كباتن الفريق بشكل صحيح. خلينا بقى يعني يمكن ننتقل دلوقتي اكيد زي ما احنا شفنا ابرز التصريحات للمدير الفني للنادي الاهلي، اكيد طبيعي ان احنا نشوف دلوقتي ابرز التصريحات للمدير الفني للهلال السوداني
السوداني. طبعا فلوران بنجي المدير الفني للهلال السوداني قال عن مواجهة الأهلي أنه سيحاول فعل كل ما لديه من أجل الفوز غدا، وأنه سعيد بتواجده في القاهرة ومحظوظ بلعب مثل هذه المباراة الكبيرة. وأضاف أن الحضور الجماهيري الكبير من جمهور الأهلي لا يمثل ضغطا لفريقه، فهو دفعة كبيرة لنا وسيحاول تحقيق الفوز والتأهل من أجل إسعاد الجماهير. يمكن تصريحات فكرة ان هو قال برضو يمكن قبل ما نروح للمؤتمر الصحفي، فكرة ان هو شايف ان حضور الجماهيري الكبير مش بيمثل ضغط عليه، بل بالعكس هو شايف ان هو تشجيع ليه، برضو يمكن تصريح نقدر نقول عليه ان هو خبيث شوية. هو تصريح دبلوماسي، ولكن انا عايز افكر فلوران مبينجي المدرب المدير الفني للهلال السوداني لعب في كينشاسا وكان ساعتها بيقود فيتا كلاب، وملعب الشهداء في كينشاسا بيسع لاكثر من حوالي 70-80 الف متفرج، ولعب قدام الاهلي لما كان بيتولى تدريب الاهلي وقتها بيتسو موسيماني، وخسر من الاهلي 3-0 في حضور اكتر من حوالي 20-30 الف متفرج. خلي بالك المباراه دي كانت مهمه وكانت عنق زجاجه برضو. ده حقيقي، ده حقيقي. تعالوا نشوف بقى يمكن يا مريم يعني هو بيحاول بس يعني ايه يهدي لعيبته، لكن اكيد هو الان عارف استاد القاهره ده استاد الرعب اكيد طبيعي يعني. شيء طبيعي. طيب تعالوا دلوقتي نشوف بقى مدرب الهلال قال ايه ونرجع مره ثانيه لحضراتكم. Bonjour à tous, ravi de vous revoir, ça fait longtemps. Premier commentaire sur le match, c'est que je suis très content d'être là parce que c'était un grand match. هو مبسوط جدا انه موجود هنا في القاهرة، ومبسوط بانه بيلعب ماتش مهم وكبير زي ده، وان ده هو شايف ان ده ماتش مميز، وانه هيحاول ان هم محظوظين ان هم بيلعبوا ماتش زي ده، وان ده ماتش مهم جدا وهم متحمسين للماتش. Pour être déjà content de nous-mêmes, c'est très important. Alors pour demain, c'est vrai, comme tous les matchs, il y a un nul, une défaite. OK, بالنسبة للسؤال الأولاني، هم أكيد فرصتهم أو هم حلمهم إن هم يا إما يكسبوا أو إن هم يتعادلوا، هيبقى أحسن بكتير من إن هم يخسروا. أكيد ما حدش بيتمنى إن هو يخسر، وإن هم هيحاولوا يعملوا اللي عليهم في أرض الملعب. بالنسبة لاستقبال الأهلي، لا هم استقبلهم استقبال كويس جدا، ما كانش في حاجة وحشة أو حاجة. Ah, je réserve ça à mes joueurs d'abord. Bah, je dis tant mieux pour Al Hilal et tant mieux pour nous. C'est un grand match, donc il y a du monde sur le terrain, même si les supporters. هو شايف إن ده ماتش كبير، وإن هم ما حالفهمش الحظ قبل كده إن هم يلعبوا في ماتش في كل عدد الجمهور ده، فبالعكس هو شايف إن دي حاجة كويسة، حتى لو هم مش صحاب الأرض أو حتى لو الجمهور مش الجمهور بتاعه، فبالعكس إن هو يلعب في كل الجمهور ده دي حاجة كويسة، وهو حابب يعيش الاختبار ده ويعيش الأجواء دي. نسبر مونتري ان بون فيزاج اي بي اي ثينك ايفرون نوز ذس از ا بيج ماتش فور بوث تيمز. هو شايف ان ده ماتش كبير جدا، وان هم متحمسين ليه، وهم قدامهم 90 دقيقه في ارض الملعب، وان حلمهم ان هم يكسبوا وهيعملوا اللي عليهم في خلال 90 دقيقه. Yeah, I'd say obviously we did, but أكيد إن هم خسروا الماتش، إن ده كان يعني كانت حاجة سيئة، بس هم لسه قدامهم فرصة، الفرصة ما خلصتش، وإن لسه المجموعات ما انتهتش، فممكن الناس تكون شايفة إن فرصتهم ضعيفة أو إن الموضوع كان سيء، بس لا، هو شايف إن لسه قدامهم فرصة، وإن ده تحدي كبير بالنسبة لهم، وهم هيحاولوا على قد ما يقدروا يعدوا من الماتش ده. And yeah, I think everyone has seen the great improvement we've made, so I don't think it's a big challenge for us. تصريحات هامة طبعا لفلورن إبنجي المدير الفني للهلال. يمكن فلورن إبنجي صاحب مشوار طويل وخبرة طويلة في المشوار الإفريقي، شايفين تصريحاته إزاي؟ وتحديدا قبل ما نروح لتصريحاته كنا بنتكلم عن فكرة إن هو بيتكلم إزاي على التواجد الجماهيري، شايف إن هو ده نوع من الاطمئنان للاعبته مش العكس، فشايف كل تصريحاته إزاي، وشايف كمان إن هو عنده أمل كبير إن هو يكسب على أرضنا. هو طبعا فلورن مدير فني كبير متمرس في أفريقيا، عنده خبرات كبيره، مر بالظروف دي، فمن الطبيعي قبل مباراه كبيره لعبته عليها ضغط كبير لازم يرفع الضغط عن لعبته. فالتصريحات طبعا يعني هو بتصريحاته بيرفع الضغط عن لعبه الهلال علشان يقول لا يعني احنا لعبنا في ظروف مشابهه زي كده وقدرنا ان احنا نعدي بيها، لكن انا سعيد باستقبال بعثه الهلال السوداني باشاده الهلال السوداني بالنادي الاهلي. وانا قلت هنا في قناه الاهلي هو النادي الاهلي بيستقبل كل الفرق، هي دي تقاليد وعادات وقيم النادي الاهلي، مش عشان الهلال السوداني الاشقاء، لا دي ده دايما عادات النادي الاهلي، اي فرقه بتيجي مصر تلعب النادي الاهلي دايما النادي الاهلي بيحسن استقبالها، وشفنا كابتن سمير عادلي في المطار وافضل استقبال، وشفنا الاشاده
من جانب الهلال السوداني، وده اللي احنا كنا عايزين نوصله علشان الناس اللي كانت بتلعب دايما على الوتر المشحنات والكلام دي، لكن الحمد لله الامور افضل ما يرام، والهلال السوداني اشقاء في مصر تم استقبالهم افضل استقبال، لكن في الملعب ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي بقى يعني يكون ليها كلام تاني ان شاء الله. مش جديد طبعا على النادي الاهلي استقبال اي خصم ليه، سواء يعني كان هنا او في النادي الاهلي، حتى بنشوف وفود كثيره جدا بيتم استقبالها على اكمل واعلى مستوى الحقيقه، واللي اهم من ده ان كل الوسائل الاعلاميه بتنقل الصوره دي، بتنقل الصوره المشرفه للنادي الاهلي ازاي بيستقبل الخصم الخاص بيه. طبعا خلينا نكمل جميع طبعا اخبارنا دلوقتي. وجه العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الشكر الى كافه الجهات التي ساهمت في تسهيل عملية حضور الجمهور لمباراة الأهلي والهلال السوداني، وأضاف أنه يثق في التزام جماهير الأهلي ودعمهم للفريق بكل قوة من أجل تحقيق الهدف والفوز على الهلال السوداني، مطالبا الجماهير تشجيع فريقها منذ الدقيقة الأولى، مؤكدا على ضرورة استقبال لاعبي وجماهير الهلال بالشكل اللائق. وأشار نائب رئيس الأهلي إلى أنه قد تم استقبال فريق الهلال بشكل جيد، بجانب توفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم خلال فترة إقامة البعثة في القاهرة، وهناك تواصل دائم معهم. أكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي أنه تم تذليل كافة العقبات من أجل إنجاح لقاء الأهلي والهلال السوداني، وأضاف عبد الوهاب أن هناك خطة محكمة من هيئة النقل والمرور ووزارة الصحة للخروج بالمباراة بشكل جيد تماما، والسعة الجماهيرية للملعب تصل إلى 70,000 مشجع، ونتمنى عودة الجمهور للملعب مجددا. وأشار المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة إلى أن وزارة الصحة ستوفر سيارات إسعاف داخل وخارج الاستاد، وهناك ترتيبات رائعة للمباراة وجهزون لاستقبال الجماهير بأي عدد في المستقبل، وهذا حلمنا منذ سنوات. وأوضح أن اللجنة المسؤولة عن تنظيم المباراة ستقوم بتوفير مياه ووجبات غذائية بأسعار مناسبة للجميع. أيضا أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم. وناشدت المجموعة الإفريقية الجماهير باتباع التعليمات المعلنة والتعاون مع رجال الأمن والمنظمين من أجل سلامة الجميع خارج وداخل الاستاد. وبعيدا بقى عن مباراة الأهلي والهلال، كشف جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري طلبت زيادة التكلفة الخاصة بتطبيق التقنية في المباراة الواحدة، وقال علام أن الشركة طلبت زيادة التكلفة في المباراة الواحدة لتكون 5,000 دولار بدلا من 3,000 دولار كما كان في السابق. وتابع أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني عند التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو اتفقت على أن تكون التكلفة 3,000 دولار للمباراة الواحدة تتحملها الشركة الراعية للاتحاد. وأوضح أن اللجنة الخماسية ثم الثلاثية التي تولت المهمة بعدها لم يسلمان الشركة الراعية الملف الخاص بتطبيق تقنية الفيديو، وبناء عليه رفضت الشركة تحمل التكلفة حاليا. أما بقى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية فقال إنه فوجئ أن اتحاد كرة القدم أرسل خطابا يخطره فيه باستكمال الدوري من دون تقنية الفيديو. وأضاف دياب أن اتحاد الكرة فسر قراره بعدم توفر سيولة مادية لسداد مستحقات الشركة المسؤولة عن تطبيق التقنية، بجانب أن الأندية عليها ديون مستحقة للاتحاد. وقال إن رابطة قامت بالرد على خطاب اتحاد الكرة بخطاب نرفض خلاله قرار الجبلية والتمسك بتطبيق تقنية الفيديو. وأوضح أن الأندية سددت رسوم الحكام قبل بداية الموسم وفقا لما قرره الاتحاد، لكن الديون التي يقصدها مسؤولي الجبلية تتعلق برسوم الانتقالات وتسجيل اللاعبين. وشدد أيضا دياب على أن رابطة الأندية تتمسك بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري وترفض قرار اتحاد الكرة، مؤكدا أنه يجب على مجلس الجبلية تحمل مسؤولياته. يمكن دي كانت كل الأخبار اللي معانا النهاردة، يعني بس أخد منكم تعليق سريع على فكرة الصراع يعني ما بين رابطة الأندية وما بين الجبلية أو اتحاد الكرة في الفكرة المنسوبة لإلغاء تقنية الفيديو. يمكن شفنا امبارح كل السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن تصريحات امبارح جمال علام طبعا على مختلف الوسائل الصحفية، أكيد يعني لا صوت يعلو فوق صوت طبعا مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني، ولكن طبيعي جدا إن احنا نتناقش في نقطة هامة زي دي. الملف ده ملف مهم جدا يا مريم، لان ملف تقنيه الحكم الفيديو المساعد داخل الجبلية تحديدا فيها عده مسؤوليات على عدد من الاطراف،
نبدأ من اللجنة الخماسية ثم اللجنة الثلاثية وحتى الاتحاد الأخير. المجلس الحالي لم يتلقى كافة التفاصيل وحاول يحل تفاصيل كتيرة، لكن للأسف ما تمش حل الأمر عشان وقتنا. وبكرة طبعا عندنا حدث أهم، ملف تقنية الفار تحديدا كأداة من أدوات الدوري يجب أن تكون من مسؤوليات رابطة الأندية. أعتقد ده مهم جدا أن يحصل الفترة الجاية ويحصل تغيير في مسألة المسؤوليات، لأن الرابطة هي اللي بتدير الدوري، فهي المسؤولة بعد كده المفروض في الفترة اللي جاية على استخدام تقنية الفار. لكن التعيينات والحكام ده مع اتحاد الكرة. عموما يا مريم احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وكالعادة متألقة معنا وبتقدمي بصراحة وجبة إخبارية دسمة. شكرا أنا بشكركم جدا. بشكرك يا محمد، بشكرك كابتن أسامة. نرجو أن احنا نكون جزيلاً. يعني قدمنا كافة جزيلاً. الأخبار المتعلقة بمباراة الغد واستعدادات سواء هيئة استاد القاهرة أو جميع الجهات المعنية. بشكركم مرة تانية. طيب نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنروح بسرعة لملعب التتش في الجزيرة نطمن على الفريق وآخر أخباره قبل موقعة الغد أمام الهلال السوداني.